شكرا دانا. مهنة الإعلام هي حلم لكثير من الشباب والشابات، ونشوفهم بيجتهدوا وبيقدموا كل ما عندهم من إبداع. لكن في كثير من الطلاب والطالبات ما طبعا يلقون المنصة المناسبة أو الفرصة لتقديم أعمالهم. كلية محمد بن راشد للإعلام تنظم مسابقتين للتحقيق الصحفي والفيلم القصير لطلبة الصف الثاني عشر بمدارس الدولة الحكومية والخاصة في الإمارات. ومعانا ضيوفنا اليوم في الاستوديو السيدة إليسا أيوب أستاذة إعلام، والسيد نادر مكانسي مستشار إعلامي في الجامعة الأمريكية في دبي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. أهلا فيكم، الله منورينا. أهلا وسهلا. في البداية خلينا نتعرف على فكرة المسابقة، أعتقد يعني فكرة جدا جيدة وحتحفز كثير من الشباب والشابات، بس خلينا نتعرف عليها أكثر بشكل أوسع. المسابقة طرحتها كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي العام الماضي، وكانت فقط للتحقيق الصحفي، وكانت مخصصة لمدارس الحكومية والخاصة في دبي فقط. لما شفنا فيه إقبال وحققت هذا النجاح والطلاب في باقي الإمارات رايدين يشاركوا أيضا، فهذا العام انفتحت المسابقة إلى جميع طلاب الثانوية العامة في جميع إمارات الدولة باللغتين العربية والإنجليزية وللمدارس الحكومية والخاصة، وساعد على نشر هذه المسابقة بين طلبة المدارس. وزارة التربية والتعليم مشكورة، وضعت شروط المسابقة وعنها في موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التعميم على المدارس. المسابقة طبعا شقين، مسابقة التحقيق الصحفي ومسابقة الفيلم القصير. مسابقة التحقيق الصحفي ممكن لأي طالب في الثانوية العامة، طلاب الثاني عشر اللي راح ينتقلوا للجامعة وعنده رغبة يدرس إعلام، ممكن يعمل تحقيق صحفي ثقافي اجتماعي اقتصادي ولكن محلي. يعني شروطه، من شروط المسابقة أن يكون الموضوع المطروح محلي. اثنين، أن لا تزيد عدد الكلمات عن 1000 كلمة. احنا يمكن هذه التفاصيل الدقيقة أستاذ نادر ممكن يدخلون، اللي حاب يعني يشترك يدخل موقع الجامعة للموقع. ولكن لو نتكلم عن المعايير دكتورة، المعايير اللي انتم ماشيين فيها، هلا انا رح احكي عن في عندك تعليق على إجابة الدكتور الأستاذ؟ لا اكيد بوافق الرأي وعلى كل المعلومات يلي طرحها، بس بقول انا عن الفيلم القصير رح نعتمد على 3 مواضيع. أولا السعادة، الأخوة، ويوم في حياتك. فكل تلميذ، كل طالب فيه ترجمة بالطريقة يلي هو بده إياها. كتير أجينا اتصالات وأسئلة إنه هل يا ترى هو داخلي خارجي؟ نحن تركينه كتير واسع الأفق، فيه يكون سردي، فيه يكون وثائقي، فيه يكون حتى توع، يعني فيلم توعوي. فيه يكون رسوم متحركة أنيميشن، معطين الحرية للطلاب أنهم يبدعون ويفكرون. على فيه 3 مواضيع، بس لازم تصب بهال3 مواضيع، السعادة، الأخوة، ويوم في حياتك. ترى مو سهل. لا يعني هي مواضيع يمكن جدا عامة، لكن يمكن كل أحد عاملها، فهو كيف أنه تجيب الكونتنت المختلف، هو يمكن هذا الصعب في الموضوع. بدي ألفت نظر على معايير الاختيار، نحن شو هن القصص، أما النقاط يلي رح نستند عليها. أولا تميز الفكرة، نرجع لنقطتك، قد ايه الفكرة مميزة. تاني نقطة العلاج الإبداعي، ممكن تكون الفكرة كتير مميزة بس الطريقة يلي عم بيعالجوها تكون ركيكة وبالتالي بتفقد قيمة الفكرة. وتالت نقطة كمان أساسية هي نوعية وجودة الصوت والصورة. يعني بدنا good quality، بدنا جودة معينة نقدر يعني نستلمها. فهو هن 3 معايير يعني نحن رح نرتكز عليها كلجنة تحكيم. كم شخص باللجنة؟ بالمسابقة السابقة الصحفي في دكتورين من الجامعة من كلية محمد بن راشد للإعلام، أساتذة وبيدرسوا التحقيق الصحفي، اللي بيكونوا أعضاء لجنة التحكيم. وحطينا ديدلاين، آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 15 مارس.
حلو. فعندهم مجال شهر تقريبا من الآن لوضع التفكير والخطة والفكرة إلى آخره. طب إيش الجوائز عشان جوائز. الناس تتحمس؟ طبعا هون بقى الجائزة هي القيمة جدا. إنه الجائزة الأولى منحة دراسية للطالب الفائز بالمركز الأول بالتحقيق، ومنحة دراسية للفائز الأول بالمسابقة الثانية الفيلم القصير، يعني بيوفر على ولي الأمر بحدود 400,000 درهم، وهذه منافسة قوية بين أبناء اللي مشاركين فيها. بالإضافة إلى هناك جوائز للثاني والثالث، هناك جوائز طردية في عينية ومادية أيضا، فحتى ما يكونوا محرومين في جوائز ترضية يعني. وتوجد أيضا جوائز ترضية. طب ومتى حتعلن النتائج؟ الحفل النهائي وتوزيع الجوائز مع حفل جائزة الصحافة العربية في منتدى الإعلام العربي اللي بيتنظمه نادي دبي للصحافة في كل عام، فرح يكونوا طبعا بتكونوا موجودين اكيد باذن الله حاضرين اكيد. احنا نشكركم. دكتور عندك تعليق نختم فيه اذا تحبين؟ نحن على طول يعني بنتقبل كل الاسئله، وكل اذا حدا عنده اقتراحات اما اي استفسارات مثل ما حضرتك ذكرت فيهم يتواصلوا معنا على الويب سايت، ونحن على طول جاهزين للرد ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره اليسا ايوب استاذه اعلام، والاستاذ نادر مكناسي مستشار اعلامي في الجامعه الامريكيه في دبي، شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه وشكرا لهذه الفرصه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الطلاب. امين. شكرا جزيلا لكم وللمشاهدين، نتمنى لهم الفوز باذن الله. احنا حنروح